سجل أطول سلسلة تراجع أسبوعي في 15 عاما مع تزايد المخزونات الأمريكية. وزادت مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الثامن مع نمو الإنتاج لأعلى مستوياته منذ يناير منذ عام 1989. وسجلت عقود الخام الأمريكي الخفيف تسليم شهر ديسمبر ارتفاعا هامشيا بمقدار 8 سنتات ليصل سعرها عند التسوية إلى 93 دولارا و84 سنتا للبرميل. كما صعدت العقود الأجل لخام برنت خلال تعاملات اليوم بمقدار 22 سنتا أو ما يعادل 20% لتبلغ 108 دولارات و50 سنتا للبرميل. وسجلت مكاسب أسبوعية بحوالي 3%. مشاهدينا، وانتقل الآن إلى تفاصيل النفط عبر الجدول التالي ثم نعود. وننتقل الآن إلى أخبارنا عن البتروكيماويات، حيث شهد قطاع الصناعات التحويلية في منطقة نيويورك انكماشا خلال شهر